عندما يعود الإنسان إلى بلده يأتي أهله وأقاربه وجيرانه للسلام عليه نساء ورجالا، فالنساء يمددن أيديهن، هل له أن يصافحهن؟ لا يجوز للرجل أن يصافح النساء التي لسن من محارمه، لأن هذا مدعاة إلى الفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء في البيعة ولا في غيرها، وقال إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، بل كان يبايع النساء بالكلام. هذا دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي هي ليست من محارمه، لما في ذلك من الفتنة وعوائد الناس. إذا كانت مخالفة للشريعة فإنه يجب رفضها والعمل بالسنة. نعم، بارك الله فيكم.